بعد مرور الزمن بقيت الذكرى الجميلة. عندما نجلس في السعودية في عشاء أو غداء لابد أن احنا نتذكر هذه الأيام الجميلة. أنا أنصح والله نصيحة أخواني اللي موجودين في دول العالم يدرسون أو لأشغال أنهم يستمتعون في هذا الوقت، ما راح يعود يعني ثاني مرة. والجميل في الغربة للأمانة أنها تعرفنا على ناس يكونوا قريبين جدا، حتى عدنا إلى أرض الوطن ونقابل هذول الأشخاص اللي حنا كنا ندرس معهم في بلاد الغربة، لهم ميزة ولهم لون غير الناس الباقيين. فقط اترك لك ذكرى طيبة تجني السنين القادمة. فالأيام الجميلة إذا ذهبت أخص في بلاد الغربة لا تعود. الله يوفقنا وإياكم لكل خير في العالم.